نتيجة الاتصال والتواصل اللي صار بين الرئيس أوباما الأمريكاني والرئيس روحاني، وهذا شيء أثر إيجابا على دولتنا الكريمة الحمد لله. والله هلا روحاني وأوباما لما حكوا مع بعضهم كانوا عم يحكوا عن الوضع اللبناني. طبعا، وبنتيجة هيدا التواصل وكسر الجليد بيناتهم تمكننا، هيدو عندكم إذا بتريدوا، تمكننا من إصدار مذكرة إدارية بتقضي بتأخير الساعة ساعة بنهاية هذا الشهر. خبروني بشرفكم، مش خبرية حلوة؟ يا لطيف.